سلامات، من اللي لعب بالمودم؟ ايش فيك انت؟ ما حد لعب فيه، انت لعب فيه؟ لا والله مو انا، قسم بالله ما صرت مليون خبر. انا اسمع الخبر العاجل. خبر عاجل وردنا من مصادر موثوقة، انقطاع خدمة الانترنت في جميع انحاء العالم لمدة غير معلومة. اوف 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 اوف. وعلى ذلك تم تعطيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسوق الأسهم والعملات الرقمية. جربي جربي. يعني ما أدري، حبكت ينقطع النت يوم إننا بنسوي متجر أركتروني. سبحان الله، حظي وعرفه، أنا ما عمري سويت مشروع ونجح. طيب الحين وش أسوي بهالبضاعة؟ وين أبيعها؟ وين أصرفها؟ حرج عليها قدام الاستراحة. والله إنها فكرة. قرب يا ولد قرب، على خمسة على عشرة، سريع مكياج عطورات. ايه هد هد يا ابو الشباب. يعني ترى ميك اب ما هو بجح. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. حاسب يا صديق. دو ريال. 2 ريال ابشر. شبكة ما في. اجل امسك. صرف 500 ما في. طيب اسمع، كلها ريالين عادي اجيبها لك بكره. ما في قرقر واجد، روح جيب صرف. اوكي لا تنفخ. اوف 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 اوف. رجعت زحمة الصرافات. سيديات، اونو، كيرم، دومينو، رود، سيديات. عادي تصرف لي بالشرط واحد، تشتري مني ب50 وفوق. ابشر بعزك. اوكي ايش الفكك ده يا ابويا؟ التشكيلات كلها قديمة، اللعب أوفلاين أبو كل. قوم يا عاد. قلهم يا طير حوال المجر، ارحموا عاشق حياته في خطر، ومن بغى لحمة وباقي للعبا. يا بزر صجيتنا، أزعجتني، خلاص يكفي. سلموا لي على اللي سمع حالي وفراقه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. يا بزر كبيت الشاهي الله. اسمعني اسمعني، شوف اقول لك شيء واحد، اذا ترقص راح ارقص هناك زين، ان رقصت عندي دفنتك في الارض. اقرب وجهك هناك. يلا من قال كيرم يا عيال؟ انا. وش جوك انت والكيرم؟ ترى ما انقطع النت، مو محجورين. ما هو بشغلك، العيال بيلعبون. ضف وجهك انت. يلا عيال جيبوا المراكي بسرعه. ارفع ايه، حطه تحت. خف. تعال كفته تعال، انا وشكوش وانت وصالح. وخل ذا السبك يقعد الحاله. ايش؟ نعوضها بايش يعني؟ نعرضها نعرضها. متى؟ اصبري خلا خلص فكرتي. علي صوتك ترى مو بسامعين. سلامات سلامات. يهو قصوا اصواتكم شوي، ترى حنا في مقهى منا بفسحه شوي ذوق. انا اللي قاف يا ابو سعد وانزل من على الكرسي. كم مره اقول لك على اللي قافه ولا تسوي فيها دور المديره؟ فشلتينا. خليها، من اليوم ماسكه معها تحريج، يعني جتها الفرصه. أنا صادقة والله، معليش يعني حنا في كافي يعني مفروض شوي هدوء وروقان. يعني هدوء وروقان هذا لما كان الناس مشغولة بجوالاتها، الحين ما في نت، تحملي شوي الإزعاج. من جد أصلا من لما قطع النت الناس ما عندها إلا البربرة. ستوب 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 ستوب. اسم؟ خالد. حيوان؟ خيل. جماد؟ جماد جماد. خيار. إيش فيك ذكية أنا؟ الخيار نبات مو بجماد. لا هو نفس الجماد لأنه ما يتحرك. لا يا شيخة ما تحتسب ما تحتسب. أمي تقول انزل اسوي قهوة، أبوي بيجي ضيوف. طب اسمع اسمع اسمع، قل لي جماد بحرف الخاء. خشب. أخسي الذكاء طالع على أختك. بسم الله عليك. شيل شيل النقطة، 5. الحقيقة يا أبو عامر أنا جالك اليوم في موضوع بيك. تعرف الأسهم وقفت والسوق وقف والبنوك تعطلت والنت تعطل في كل مكان. والمطلوب؟ المطلوب فزعتك. عندي عمال وعندي شركات واقفة وعندي مشاريع واقفة، أبيلي شوية سيولة. أبيلك سيولة؟ السيولة والله مخك الفاضي،
ولا انا قال لك مالكم ولا ناسكم؟ انت قاعد انت تشتغل تبيع وتشتري بالعقار وجايبك مليان. الا تصير مع المساهمين ايش رب حوالك الحين؟ الوقت هذا مو وقت منن، انا الان مشاريعي واقفه والدنيا كلها عندي واطله. ما حد يعرف انه اصلا النت هيتعطل في العالم كله. هذه 500 ريال من عندي ومن يسرك العشرك تفضل. من يسرك نسرك 500 ريال يا ابو عامر. جزاك الله خير. في امان الله. قال مشاريع قال ويبي يتشر ويصير مع التجار. هذا نرجع للاستراحة، شو تفكي يعني؟ حبيبتي مو انتي قلتي تبين حلا؟ كلي وروقينا. والله اللي اختار على درايف ثرو خطير. طيب الفكرة باختصار يا بنات، بنوزع البضائع في بوكسات ونوصلها للزبون مباشرة، يعني عملية البيع تكون في مقر الزبون نفسه، وبكذا إيش؟ بنوفر مصاريف إيجار المحل ومصاريف الموزعين، يعني ما يبغى لها شيء، شوية جهد وصبر والربح بإذن الله مضمون. يعني بياعة؟ بالضبط. ويوم إنها بياعة طال عمرس وشولة بوكسات وخرابيط بقشة وقضينا. السؤال الأهم، من وين بنجيب بياعات؟ ما يحتاج نجيب بياعة، حنا خمسة في وجه العدو، واحدة فينا تتبرع وتبيع. نعم نعم حبيبتي، تبيني أنا أطق باب الناس وأقول لهم اشتروا مني؟ سلامات. رولا معاها حق، أجل تبينا نجيب بياعة؟ كذا زيادة مصاريف ويمكن تنصب علينا. بيان، في حل ثاني؟ بصراحة فيه، بس أبي ثنتين يتطوعون للمهمة. نسويها الحين بعدين اعلمك. بعدني ما افتتح العروضه راح على خريص الزحمات. هذا اول زبون. والله من جبت اهلي الذيبه. الله يهديك. أقول وجع بعد وجع. أنت الثاني ترى جايين نبيع، إحنا من أب جايين نطر أنت وراسك. الله يصلحك يا وليدي، أمك فيه؟ أي أمي فيه. من أقول لها؟ قول لها سيدات أعمالي بونس. قايلت لك من أول وشو هذا التهلق أنت الثانية بعد؟ أقسم بالله فضحتيني، وش فهمك بالتسويق؟ التسويق بعد. قصري صوتك. يلا تخلي أمشي. خلاص ما حتجي. هو حلو، كم سعره هذا؟ هذا يا بنيتي بخمسة وعشرين، بس عشانس حبتين بأربعين. وهذه الجلابية في منها مقاسات؟ تبين هلس ولا البنت الله يخليها هلس؟ لنا حنا الثنتين. أبدا أبدا، تامرون أنتي وهي، بس شوفوا شو ناسبكم. أوه ما شاء الله، وش الأولاد؟ لا ما عندنا شيء للعيال، ضف وجهك. خير إن شاء الله. لا يا وخيتي، قصدها بضاعتنا نسائية، ما في شيء للعيال. اي أشوى هذه بس بخمسة ريال. ولس بثلاثة ريال. وينزل عليه هاك الباكستاني الجريم، رجال ضخم الله معطيه عافية، أكبر من البال. وأنا ناصير أحلمه ما عندي إبو، وناظر بيده ولا معه هاك العجلة طوله مترين، وأنا تحاشاو وأبعد عنه وناظروا لأبوه هاك العيالين يلعبون بالبراحة، والنتيجة تاقوا هاك الكسنت. قلت يا صديق نصيته ما عندي أبوه أنا. قلت يا صديق، قلت هذاك اللي مخش موترك هما هلتفت هو وأنا هج. خلصت القصة؟ إيه هجيت والله قهر. لا كمل، بالله عليك كمل. هي لا تكذب علينا، حط شوية ملح شوية بهارات عشان تمشي علينا. إيه سلامات، لا تكذب ولد عمي. بعدين تعال أنت، السالفة دي جديدة ما قد قلتها لي. إيه عندي سوالف واجد،
بس ما فضيت اقول لكم. اي زي ما انتم عارفين رجل الاعمال ما كان عنده وقت. يا رجال كذاب اول حياته كلها في التيك توك والسناب، ما عمرك صرفت معنا هالكثر. يا جماعه انا عندي لكم سالفه. يا عيال ما جعتوا. وسالفتي؟ واضح انها خايسه قبل ما تقولها. من قال عشاء يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك بس من الحين اقول لك ماني متحرك. وشلون؟ لازم منه واحد يروح يجيبهن. ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت. المطعم عندهم توصيل. ناس انه في ثابت. حلو. امشي لاخر الشارع ثم نداور. تمشي 200 متر يجيك شارع ابن المقفع. اوكي؟ خش مع يمين يجيك مسجد بيج. مسجد بيج ايه. ثم نخش يمين اوكي؟ يا ابن الحلال انت وش وداك للجامع؟ خوي قالك مسجد بيج، مسجد بيج. اسمع داور داور الله يهديك داور، بعد الشارع هذا 200 متر خش يمين شارع ابن المقفع بيجيك خوي هناك. يا اخوي وين انت؟ لي نص ساعه رحت لك بذاك. ما علي من طلبات الناس يا اخوي، اوقف عند المسجد لين اجيك. يا شكر